السلام الله عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى نشرة الظهيرة تتابعون فيها. مراكز الفرصة الثانية، جيل جديد يروم إعادة إدماج اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة في مسار التعليم والتكوين المهني وتأهيلهم للاندماج في الحياة العملية. النموذج نتابعه من صفر. تختتم اليوم فعالية الدورة 15 لموسم طنطن بندوة حول موضوع ثقافة البيضان، الأوجه المشتركة بين المغرب وموريتانيا، وتتويج الفائزين في مسابقة التبوريدة التي احتضنتها ساحة السلم والتسامح في المدينة. البعثة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحل بالقاهرة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، وكان في استقبالها حشد غفير من أفراد الجالية المغربية لتشجيع أسود الأطلس في هذه التظاهرة الكروية القارية. خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة 24 المنعقد في نيويورك، جددت العديد من الدول الإفريقية والعربية والأمريكية بل أخص المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، غينيا، توغو، الكوت ديفوار، سيراليون، سانت لوي، بابوا غينيا الجديدة، جددت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لواقعيتها ومصداقيتها وجديتها، وباعتبارها إطار عمل توافقي لحل النهائي للنزاع المفتعل حول المغربية ورفض البث بالمصالح العليا للمغرب والتعدي على سيادته ووحدته الترابية. كما أعرب عن إشادتها بالإصلاحات المؤسسية والاقتصادية الهامة التي أطلقتها المملكة المغربية والتي تتماشى مع مبادرتها المتمثلة في الحكم الذاتي المنبثقة عن مشاورات وطنية ومحلية واسعة وبإنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الدخلة والعيون وتعاونه مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المشار إليه في قرار مجلس الأمن 2468. واجهتنا الآن صفر ونموذج لمراكز الفرصة الثانية، جيل جديد يروم إعادة إدماج اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة في مسار التعليم أو في التكوين المهني وتأهيلهم للاندماج في الحياة العملية. روبورتاج شهاب زريوح والمهدي شطيبي. هذا هو مركز 18 نوفمبر للفرصة الثانية، الجيل الجديد بمدينة صفرو يستفيد من أنشطته التلاميذ المنقطعين عن الدراسة المتراوحة عمرهم ما بين 15 و 18 سنة من خلال تمكينهم من التأهيل التربوي ومساعدتهم على الاستئناس المهني ومواكبتهم من أجل الإدماج السوسيو مهني في مجالات المطعمة والخياطة الصناعية وصناعة النسيج. هذه المؤسسة هذه فسحت لنا افاق بزاف بعد الانقطاع ديالي على الدراسة، عطات لنا امل بالرجوع للدراسة وعطات لنا امل باش نرجعوا، يعني تعطي لنا واحد ديبلوم اللي غادي يأهلنا سوق الشغل. تعني لي بزاف، فتحت لي ابواب باش نتعلم وندير حرفة باش تفيدني، تعلمت بزاف خياطة وكنديروا انشطة كلشي. بالإضافة إلى الإعلاميات واللغات وورشات التواصل، يمنح المركز الفرصة لليافعين والشباب لإبراز قدراتهم وصقل مواهبهم في مجالات المسرح والرسم والموسيقى. تنمية المهارات، مهارات سواء كانت معرفية أو حس حركية أو اجتماعية أو تربوية، وفعلا أنه التلاميذ الحمد لله لهم حمولة وقدرات معرفية جد هائلة. مستفيدين في هذا المركز في آخر التكوين ديالهم اللي كيكون سنة أو سنتين، كيمكنهم أنهم يستفدوا من الدبلوم اللي كيخولهم الولوج لسوق الشغل أو الدمج في التعليم النظامي بعد اجتياز الامتحانات الإجهادية، امتحان السادس ابتدائي أو الثالثة إعدادي. وتماشيا مع النتائج المنتظرة من برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد، يوفر هذا المركز للمستفيدين مسارات تربوية وتكوينية ملائمة تساعدهم على الاندماج التدريجي نظريا وتطبيقيا في منظومة التربية والتكوين. للحديث عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيدة وفاء شاكر، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بصفرو.
برنامج مدرسة الفرصة الثانية يعد الأمل لفئات من الشباب غير المدرسين للحصول على تكوين يساعدهم على الاندماج في الحياة العملية. ما خصائص هذا البرنامج سيدة شاكر؟ شكرا لكم. إذن برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد هو برنامج يعني متجدد، كل سنة ننتظر منه يعني إضافات جديدة لهذه الفئة ديال اليافعين المنقطعين عن الدراسة. وهذا المركز غير بغيت نأكد أنه أول مركز على الصعيد الوطني كان بجهة فاس مكناس، وبالتالي يعني عندنا السبق في هذا في ارساء هذه المشاريع هذه اللي يعني الاهداف ديالها هو اعاده ادماج التلاميذ اما في يعني في المدرسه العموميه النظاميه واما عبر التكوين المهني باش كنعطيوهم فرصه باش يولجوا سوق الشغل وباش يوليو يعني يوليو نافعين في المجتمع ديالهم ويوليو حتى هما مواطنين صالحين كيتمتعوا بجميع الحقوق وجميع من طبيعه الحال الواجبات. هذا المركز هذا اللي كنستضفوا فيه 134 تلميذ دواء تلميذ كيستفدوا من التعليم العام وأيضا من بعض المهن التكوين يعني فيما يخص المطعمة أيضا صناعة النسيج وأيضا الخياطة العصرية. هاد الفرص اللي كنعطيو لها التلاميذ هي فرصة ثانية كيف ما الاسم ديال البرنامج، هي فرصة ثانية لهذا الجيل الجديد اللي عنده تطلعات جديدة، ولهذا كنقوموا بأنشطة موازية منها الإعلاميات منها اللغات أيضا كاين الإنجليزية والفرنسية بل وأيضا الأنشطة الموازية من مسرح وفن تشكيلي وأيضا يعني كيقوموا برحلات ومخيمات في العطلة ديال الصيف باش هاد الوليدات كندمجوهم طبيعة الحال كمواطنين صالحين في المجتمع. سيدة شاكر، ما هي المشاريع الأخرى التي يتم العمل عليها على مستوى إقليم صفرو في إطار رؤية استراتيجية 2015-2030 للتربية والتكوين؟ إذن احنا كباقي المديريات الإقليمية احنا ملزمين بتنزيل يعني مشاريع رؤية استراتيجية المشاريع 16، ولكن الآن عندنا أولويات يعني فيما يخص المشاريع الملتزم بها أمام صاحب الجلالة. وإحنا بكل تواضع في الإقليم ديال صفرو عندنا سبق في بعض المشاريع، ولكن أيضا عندنا تميز مشاريع أخرى، وهنا أخص بالذكر مثلا مشاريع المدارس الجماعاتية. يعني احنا الآن في إطار اشتغال على افتتاح مدرستين جماعيتين اللي هاد المدارس الجماعاتية كتمكننا باش ما يبقاش عندنا المشترك، ما يبقاش عندنا الاكتضاد والحد من الهدر المدرسي يعني والتكرار. ايضا هاد المشروع ديال الفرصه الثانيه الجيل الجديد اللي كيمكننا باش نوليو نستقطبوا دوك التلاميذ اللي غادروا المدارس ولا اللي عمرهم ما تمدرسوا باش نعطيوهم فرصه ثانيه. وبالتالي احنا عندنا مركز على صعيد البلديه ديال صفرو، ولكن احنا في اطار عاود افتتاح جوج ديال المراكز، واحد غادي يكون برباط الخير والثاني غادي يكون بإموزار كندر. ايضا المشروع ديال التعليم الاولي اللي كيحظى بواحد الاهتمام خاص يعني من المنظومه التعليميه ولكن ايضا من الشركاء الاجتماعيين ولا السيد العامل داخل الاقليم، يعني عنده واحد الاهتمام خاص. وحنا كنشتغلوا الاهداف اللي سطرناها هذه السنه هذه احنا كمديريه اقليميه تمكننا اننا نديروا 120%، يعني تعدينا الاهداف ديالنا، وبالتالي عندنا واحد يعني واحد الامبا ونافون نقولوا احنا عندنا واحد السبق واحد الشويه الى الامام فيما يخص هذه المشاريع. ايضا كاين المشاريع اخرى اللي رحنا في عاد كنشتغلوا عليها هي مدرسه رياضه ودراسه، ايضا المشروع ديال اللغات اللي دابا الان راه ينزل على صعيد الاكاديميه ولكن طبيعه الحال حنا كنشتغلوا وكنوجدوا له الارضيه باش يمكننا نشتغلوا عليه. ايضا التوجيه حنا اشتغلنا باطار قافله هذه السنه بغض النظر على لو فوروم اللي كان عندنا داخل الاقليم، اشتغلنا بقافله اللي كتجوب جميع انحاء المديريه اللي باش كنوصلوا حتى للتلاميذ في العالم القروي باش كيكونوا عندنا تكافؤ الفرص وجميع الحدود لجميع التلاميذ لا بالنسبه للقروي ولا بالنسبه للحضري. هي عده مشاريع اللي كان سهروا عليها شخصيا واللي بطبيعه الحال ما تاتاش بسهوله لولا يعني الانخراط ديال الشركاء من منتخبين سلطات اقليميه وجهويه، ايضا سيد مدير الاكاديميه الذي يتتبع ويسهر على هذه المشاريع يعني مشروعا مشروعا. سيدة شاكر، وايضا الشكر كما هو معلوم نعيش فتره ما قبل الإعلان عن نتائج البكالوريا، ما هي الإجراءات التي تقوم بها المديرية الإقليمية لضمان السير العادي لهذه المرحلة؟
اذا احنا مازلنا في مرحله الامتحانات الاشهاديه، واليوم كنا كنوزعوا الامتحانات ديال السلك الابتدائي. هذه مرحله ديال البكالوريا اللي قمنا بعده اجراءات، اولا لتامين الامتحان باش يدوز في احسن الظروف وما يكون فيه حتى شي مشكل، ولكن ثانيا باش نحافظوا على الفرص ديال التلاميذ باتخاذ بعض الاجراءات باش ما يطيحوش في المشكل ديال الغش. وبالتالي كانوا عندنا حملات اشهاريه وتحسيسيه في جميع الجامعات الترابيه، بل وايضا مع السيد يعني رئيس المجلس المحلي ديال العلمي عبر يعني الخطب ديال الجمعه باش كنحسوا بالظاهره ديال الغش. ايضا المكتبات اللي عندنا داخل الاقليم تم التحسيس ديالهم عبر السلطات الامنيه ان ما يدخلوش في هذا العمليه مع التلاميذ. وايضا سيدة واحد الاجراء المديره الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسفروا لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من صفرو. نفتح صفحة الأنباء الدولية من الولايات المتحدة، حيث أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2020 خلال مهرجان كبير أقيم في أورلاندو بولاية فلوريدا، بطريقة تشبه كثيرا تلك التي وصل إليها في إلى السلطة في 2016 من خلال عزفه على وتر القومية وإثارة المخاوف من الهجرة غير الشرعية، بينما تعهد بالدفاع عن حقوق العمال. وأبدأ ترامب ثقته بالفوز مجددا في انتخابات 2020 متعهدا بزلزال في صناديق الاقتراع. في بريطانيا ازدادت فرص بوريس جونسون المؤيد الشرس لبريكسيت بتصدر السباق لخلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في الجولة الثالثة من تصويت نواب حزب المحافظين اليوم غداة المناظرة التلفزيونية أمام المرشحين الأربعة المتبقين. وحافظ وزير الخارجية السابق على هدوئه ولم تصدر عنه أي زلة في المناظرة التي أعقبت جولة تصويت ثانية تجاوز فيها عدد الأصوات التي حصل عليها المنافسون الثلاثة الأقرب إليه مجتمع. أعلنت الأمم المتحدة أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الفعلي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم أو طالبي اللجوء. وقد ازداد عدد النازحين في العالم بمقدار الضعف في السنوات العشرين الماضية. إبراهيم المرزوقي. رقم مهول وصفته الأمم المتحدة بالمتحفظ لأنه ليس مكتملا. ذلك هو عدد النازحين في العالم خلال العام 2018. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت في تقريرها السنوي أن حوالي 70.8 مليون شخص هو عدد اللاجئين والمهاجرين عبر العالم السنة الماضية. وحسب فيليبو غراندي فإن البلدان التي تعاني حقيقة من أزمة هؤلاء اللاجئين هي البلدان المجاورة وليست أوروبا أو أستراليا أو الولايات المتحدة. الحقيقة عندما نقول أوروبا تعاني من حالة طوارئ خاصة باللاجئين أو الولايات المتحدة أو أستراليا فهذا تقريبي فقط. معظم اللاجئين هم في البلدان المجاورة للحرب، وللأسف هذا يعني في الغالب في البلدان الفقيرة أو في بلدان متوسطة الدخل. وحسب التقرير فإن عدد النازحين في العالم ازداد بمقدار الضعف في العشرين سنة الأخيرة، وفي العام 2017 كان العدد هو 68.5 مليون شخص. وقد ركز التقرير على استمرار موجة النزوح في كل من إثيوبيا وفنزويلا، كما أن هناك دولتان تأويان أكبر عدد من النازحين المحليين هما سوريا وكولومبيا، بينما يتوزع حوالي 5.5 مليون لاجئ فلسطيني على عدد من الدول وفي مقدمتها لبنان والأردن. يوم فعالية الدورة 15 لموسم طنطان، وضمن برنامج هذه الدورة ندوة حول موضوع ثقافة البيضان الأوجه المشتركة بين المغرب وموريتانيا. ودعا المشاركون في الندوة إلى تدوين التاريخ الثقافي المشترك بشكل علمي يخدم الوحدة. في المتابعة عبد الغني جبار، ياسين مرافق وحياة فخري. تناولت المداخلات خلال هذه الندوة مظاهر التواصل الروحي والاقتصادي والاجتماعي بين الجنوب المغربي وموريتانيا والمغرب الصحراوي كامتداد للثقافة البيضان. في هذا المجال الواسع هناك مشترك
التاريخي أولا من خلال القبائل التي تمتد على كل هذا المجال الواسع، ثم كذلك هناك مشترك ثقافي في العادات وفي التقاليد في يعني نمط العيش داخل هذا المجتمع. جل من نشر فيه العلم إما القبائل الجعفرية الحسانية الوافدة من الشمال، وإما المثقفون أو العلماء الذين استقدموا من أجل ممارسة القضاء أو الفتاوي أو تدريس الفقه. ودعا المشاركون في ختام هذه الندوة إلى ضرورة توفير الإمكانيات المادية لنشر المجهودات الأكاديمية والعمل على تبادل الخبرات المؤسساتية من أجل التأريخ لهذه الثقافة بشكل علمي يخدم المشترك بين مثقفي الأقاليم الجنوبية للمملكة ونظرائهم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. الحديث عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيد عبدالله العلوي عن مؤسسة المجار طنطان. سيدي، تختتم اليوم فعالية الدورة 15 لموسم طنطان والتي استضافت موريتانيا، ما هي الإضافة التي قدمها الحضور الموريتاني ضمن فعاليات الموسم؟ سيد علوي، فعلا الأخت نبيلة، فالحضور الموريتاني هذه السنة أضفى على النسخة 15 تميزا بكونها المكون الحساني البيضاني هو مكون ثقافي مشترك بين الشقيقة موريتانيا والمملكة المغربية، خصوصا الأقاليم الجنوبية ومنطقة درعا. فحضور كان متميز، حيث جاء يعني الوفد الموريتاني بوفد يعني مهم رسمي يتجاوز 60 شخصا، فيهم كل ممثلي هذا المكون. فالموريتانيا الشقيقة كما تعلمون هم يمثلون هذا المكون أكثر ويحافظون عليها أكثر، فالتراث المتعلق بحياة البدو والترحال يعني بدأ في الانقراض، ومنذ تسجيل هذا الموسم تراث عالمي بدأت المملكة المغربية قيام بكل ما يمكن للحفاظ عليه والتعريف عليه به على الصعيد المحلي والجهوي والعالمي. فحضور موريتانيا كما قلت أضفى على الموسم هذه السنة تميزا، فكان حضورهم خصوصا فيما يخص يعني محور الشعر، خيمة الشعر، فسكان طنطان وجهة قرميم ودنون كانوا مع الموعد. سيد علوي، إلى جانب البرنامج الترفيهي والثقافي كان هناك شق اقتصادي، ما هي أبرز محاوره؟ فما يخص الشق الاقتصادي فأنتم تعلمون أن عمل المؤسسة ليس فقط تنظيم الموسم ولكن القيام بتتمين هذا يعني المكون، وكذلك تشجيع الاستثمار في مدينة طنطان في إقليم طنطان وبجهة إقليم ودنون، والتعريف بكل إمكانيات الاقتصادية التي تتوفر عليها هذه المدينة وهذا الإقليم وهذه الجهة. فخلال الموسم يعني مدينة طنطان تعرف حركة اقتصادية نشيطة، فكذلك بموازاة الموسم يعني تنظم المؤسسة ندوة اقتصادية خضراء نستضيف فيها مستثمرين من القارات الثلاث من أوروبا وأمريكا وآسيا. فهذه السنة كان هناك حضور متميز من طرف مستثمرين موريتانيين، وكذلك وفد من إيطاليا جاءنا من منطقة فينيتو متخصصين في كل ما يخص يعني الصناعات البحرية. فالاستثمار بالمنطقة مهم جدا، فالتراث كما تعلمون يمكن أن يلعب دور رافع اقتصادية لخلق فرص الشغل. فالعملية في عملية محافظة، فيها عملية صون، ولكن كذلك ما دام أن الموسم له دور كذلك يلعبه في خلق يعني حركة اقتصادية بالمنطقة وتشجيع الاستثمار. فكما تعلمون فالثقافة بصفة عامة والتراث بصفة خاصة هو يعني له دور في خلق يعني فرص وخلق ثروة اقتصادية. فبالفرنسا ما كان أقول هناك إيكونومي دي باتريمون، تعلمون في فرنسا وفي إسبانيا فالسياحة الثقافية تدر الكثير
على خزائن هذه الدول. ففي طنطان حاليا كما تعلمون هناك حضور قوي طرف أجانب، ضيوف أجانب وكذلك سياح مغاربة وسياح من دول أخرى، دول عربية. فهناك الشريك معنا يعني دولة الإمارات العربية يأتون بوفد يتجاوز 200 شخص، ثم دول أخرى تأتينا منها يعني بعض الوفود من خصوصا من تشاد والنيجير يشاركون يعني هذا الحفل، ولكن لا يعودون كما يقول يقال خاوي الوفاد، بل بالعكس. فالمدينة تعرف حركة تجارية متميزة. سيد عبد الله العلوي عن مؤسسة المجر طنطان، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من طنطان. ونبقى مع فعاليات موسم طنطان في دورته 15، حيث تم تتويج الفائزين في مسابقة التبوردة التي احتضنتها ساحة السلم والتسامح بالمدينة. وتعد التبوردة من الفعاليات الرئيسية التي تشهدها الساحة وتجذب إليها جمهورا غفيرا من ساكنة مدينة طنطان وزوارها. روبورتاج عبد الغني جبار، ياسر مرافق وحياة فخري. أبهرت سربات الخيول المشاركة في نسخة هذه السنة الجمهور الغفير الذي حج إلى ساحة السلم والتسامح، فقد أبدع أزيد من 200 فارس ينتمون لمختلف جهات المملكة لوحات نالت إعجاب الجمهور، وكان للأجود منها جوائز نقدية مهمة. جابوا التحكيم من الشركة الملكية لتشجيع الفرس، هي اللي جات من الرباط وكتحكم هنايا على حساب تنقيط واللباس والبارود موحد ولباس موحد سروج موحدة، وكذلك الخيل. وشاركوا 17 جمعية اللي شاركت، وحنا الحمد لله هي اللي فوزنا بهذا المرتبة الأولى. وتتوخى إدارة موسم الطنطان من تخصيص جوائز للسربات الفائزة في مسابقة التبوريدة تجويد العروض المقدمة وتشجيع الأجيال القادمة على ممارسة هذا المكون الهام داخل منظومة الموروث الثقافي المغربي. في المجال الرياضي، حلت البعثة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس بمطار القاهرة الدولي للمشاركة في نهائيات النسخة 32 لكأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر. وكان في استقبال البعثة المغربية حشد غفير من أفراد الجالية المغربية الذين حجوا بكثافة إلى مطار القاهرة الدولي لتشجيع أسود الأطلس والتعبير عن مؤازرتهم لهم في هذه التظاهرة الكروية القارية. من القاهرة، مراسلة عبد الحق شرات، عبد الفتاح زوين، وعبد الإله الشاب. الجمهور المغربي الذي سيؤازر بالآلاف أسود الأطلس كان بالأمس في الموعد، وكان بأعداد كبيرة، رغبة جامعة تحدوه ليكون زائر الأسود قويا في الدورة 32 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، وتحقيق لقب كروي قاري ثاني للكرة المغربية بعد اللقب الوحيد لدورة أديس أبيبا بإثيوبيا سنة 76 ألف، مع جيل الأسطورة أحمد فرس وباقي لاعبي الجيل الذهبي للكرة المغربية. جينا كاملين باش نراقبوا وصول المنتخب الوطني. بطبيعة الحال كان تأخر في الطيارة، ولكن مع ذلك احنا معهم ان شاء الله. نتمنى مسيرة موفقة للمنتخب الوطني. جينا للمطار باش نستقبلوا المنتخب الوطني المغربي. طبعا شوية الطيارة تعطلات بزاف، يعني تقريبا واقفين هنا 3 ديال العصر، ولكن سباك غاب زعما كل شيء هون على المنتخب المغربي يعتبر. وان شاء الله انا متفائل بزاف ان شاء الله. هاد لاكوب دافريك ان شاء الله نهزوها. المنتخب الوطني عنده من خيرة احسن لعيبة اللي كيزاولوا في الفرق عالمية، كنتمنى الله التوفيق والفوز ان شاء الله بالكاس. وصول بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم كان بالأمس بالمطار الدولي للعاصمة المصرية القاهرة في حدود الساعة 10:30 ليلا، بعد رحلة استغرقت أزيد من 5 ساعات. والجمهور المغربي صنع الحدث بأهازيجه المعتادة التي أشعرت اللاعبين بدفء كبير ورفعت من معنوياتهم. ليكونوا في الموعد في هذه التظاهرة الكروية القارية التي ننتظرها بشغف كبير، حيث وضعتنا القرعة داخل مجموعة شرسة وقوية تضم ناميبيا كوت ديفوار وجنوب إفريقيا. نتمنى تتويج المنتخب المغربي، وكما كنقولوا حنا بالدارجة ديالنا كنتمنى يحمروا لنا الوجه قدام المصريين،
وان شاء الله ناخذوها من قلب مصر هنا ان شاء الله. احنا المغاربه كلهم غنمشيو نتفرجوا فيها ان شاء الله بحول الله، وحنا معاهم طبعا، ومعنا حتى المصريين صحابنا غيشجعوا كل المصريين اللي كيتاثر الروح الرياضيه والرياضه. اي لا، ولكن حتى المصريين معنا باغيين يشجعوا هنا المصريين صحابنا، ولا كله قال لك كلهم باغيين عاجبهم المنتخب المغربي. موجودين هنا في مطار القاهره، انا مصري تمام من القاهره، وجايين نشوف اللعيبة والأجواء والدنيا، ويعني كلهم لعيبة محترمة ومعهم مدرب محترم، وحكيم زياش من أكتر اللعيبة المفضلة بالنسبة لي يعني، وبتمنى إن شاء الله إن هو يجي الأرسنال عشان ده فريق اللي أنا بشجعه. ولتسهيل مأمورية الجمهور المغربي لحضور هذا الحدث الكروي الإفريقي البارز، كانت هناك اتفاقية ثلاثية بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية بتقديم أسعار تفضيلية ومساعدة كبيرة. تم 84 رحلة جوية بين الدار البيضاء والقاهرة بمجموع قرابة 8000 متفرج، ولضبط كل كبيرة وصغيرة وضمان انسيابية الخدمات للجمهور المغربي الحاضر في هذه الدورة. كانت هناك عملية تنسيق كبيرة بين السفارة المغربية المعتمدة بالقاهرة وباقي الجهات المختصة لتكون المتابعة في أفضل الأحوال. أعدت دليل المشجع المغربي، وهو دليل يحتوي على جميع المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المشجع المغربي، بدءا بموقع الملعب، المطاعم، الفنادق، أرقام الهواتف، بعض التوجيهات إلى غيره. إذن كما كان متوقعا وصلت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للعاصمة المصرية القاهرة بعد رحلة تجاوزت 5 ساعات بين المغرب ومصر. حفوة كبيرة واستقبال كبير للفريق الوطني طرف الجالية المغربية المقيمة هنا بمصر وأعضاء الجماهير المغربية التي بدأت تفيد تباعا لمؤازرة الأسود في هذا العرس الكروي الإفريقي الكبير الذي نتمنى خلاله بأن يزأر الأسود لأقصى نقطة ممكنة. أفتح زوين، عبد الإله لشهب، عبد الحق شراط، القاهرة. ختام المشاهدين تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. مراكز الفرصة الثانية جيل جديد يروم إعادة إدماج اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة في مسار التعليم أو في التكوين المهني وتأهيلهم للاندماج في الحياة العملية. النموذج تابعناه من صفره. تختتم اليوم فعالية الدورة 15 لموسم طنطان بندوة حول موضوع ثقافة البيضان، الأوجه المشتركة بين المغرب وموريتانيا، وتتويج الفائزين في مسابقة بوريدا التي احتضنتها ساحة السلم والتسامح في المدينة. البعثة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحل بالقاهرة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، وكان في استقبالها حشد غفير من أفراد الجالية المغربية لتشجيع أسود الأطلس في هذه التظاهرة الكروية القارية. نهاية النشرة، أشكر بقائكم معنا، في أمان الله.